أحسن الله إليكم، ما حكم مسابقة الإمام في الصلاة يا فضيلة الشيخ؟ حرام مسابقة الإمام في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخر ما ورد في الحديث، أن أفعال الإمام أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام، لأن هذا معنى الاقتداء، لا يسابقه ولا يوافقه أيضا، بل يتأخر عنه. نعم.